والعقيدة هي أهم شيء في الدين. لهالسبب شوفوا مثلا جسم الإنسان، إذا جرحت في إصبعك ممكن تعيش، يعني جرح بسيط عادي، لو أصبت في 100 غرزة في جسمك مش راح يعني تموت، يعني مجرد جرح بروح، بس جرح خفيف جدا في القلب شو بصير فيه؟ حالي خطرة جدا. مجرد جرح خفيف في القلب، نفس الشيء العقيدة، أقل شبهة، أقل تشكيك، أقل شغلة بتضر في عقيدتك كمسلم ممكن تقذف فيك إلى الويلات. كم سمعنا عن شباب اللي كانوا في الدين وأقوياء وعندهم همة عالية، فجأة بتنقلب أحوالهم وبينتكسوا وبتركوا الدين وبروحوا على الحشيش وعلى الخمرة وعلى السهرات وكذا، مع أنه كان متعمق جدا في الدين وربها اللحية ولبس هالدشداشة. فالإنسان مرات يتعرض لهي الانتكاسة بسبب خلل في عقيدته، وإلا لو صفت على العقيدة وكان قلبه سليم ما بترك الدين.